السلام عليكم. في سؤال جه بيقول انا لما باجي اعمل الغرف او الروم تاج بيظهر عندي مربع مع خط مغلق، بينما الشرح فيه الخط بيبقى كامل مع حدود الغرفة، فازاي ده اظهر الخط مع حدود الغرفة؟ طيب خلينا نشوف ايه المشكلة ديت. هنا انا عندي الغرف موجودة، فانا هلغي الروم واعملها من جديد، اعمل سيلكت اول واقول له فلتر، واقول له انا عايز بس ايه الروم، ايه الروم والروم تاج. هي اوتوماتيك لو لغيت الروم، الروم تاج بتتلغي لان هي تعتبر هوستد عليها. فاجي من الاركتشر واقول له انا عايز اعمل تاج روم، هنشوف اللي هيحصل. تمام، مش حاسس هو بحاجة. طيب هاجي هنا اقول له انا عايز اعمل الروم. في عندي حاجة اسمها تاج اون بليسمنت، يعني مكان ما احط الروم تروح هي محطوطه. تمام، يعني لما اجي هنا ده اللي هو بيتكلم عليه، شايف دي معناها ايه؟ معناها ان مفيش حاجه خالص اصلا، يعني انا لو جيت بره اصلا هو مش شايف اي حاجه. تمام، انما لما بيجي جوه الاوضه بيبدا يحس بالاوضه. تمام، اهي بيحس بالاوضه دي، بيحس بالاوضه دي، بيحس بالاوضه دي، بيحس بالاوضه دي، وهكذا. انما هو هنا مش حاسس بحاجه، لان ده ما فيش هنا حته تقفل، ده مجرد حاجز بس كده، لان ده يعتبر نقدر نسميها الشرفه بتاعه المبنى. تمام، فانا ممكن اجي هنا اقول له دي غرفه روم اهيت، ودي روم تانية، ودي روم تالتة، ودي روم، ودي روم، وهكذا. هنا مفيش روم، مش مقفوله. تمام، طيب ده بالنسبة ان انا احط الحاجة في قلب الغرفة لازم تكون مقفولة، ممكن يكون في حاجة ناقصة. طيب لو حاجة مسحوبة لينك، يعني ممكن يكون احنا ساحبين ملف ريفت لينك. طيب خلينا نقول له انسيرت واقول له لينك ريفت، واسحب اي ملف من على الديسكتوب. وليكن مثلا الملف دوت. تمام، هقول له اورجنت اورجن واقول له اوبن، بيقول لي هو مسيف على نسخة احدث شوية. طيب دي مشكلة من ضمن مشاكل الريفت، ان هو ما بيتعاملش مع ملفات غير نفس الاصدار، او ما ينفعش ان انت تعمل سيف لاصدار اقدم. فهو يجي هنا اقول له انا عايز البروجرام فايل، عايز الاوتوديسك، عايز ريفت 2015. طبعا الواحد مضطر يحتفظ ب 2015 و16 و17 و18 وهكذا. تمام، هقول له انا عايز النماذج سيمبلز، واقول له انا عايز مثلا الملف دوت عايز اسحبه اورجنت اورجن اوبن. هنلاقي ان هو يعني اول ما بينزل ما بيحسش هو بالغرف. تمام، ليه؟ لان انا محتاج ان انا اجي هنا اعمل سيلكت عليه عشان يبدا يحس هو بالغرف اللي هو الملف دوت. لازم اجي هنا ايديت تايب واعلم على روم باوندنج. لما بعلم على الروم باوندنج بيبدا يحس بالغرف، يبدا يحس ان في هنا غرف، وتبدا تظهر غرف معايا، وابدا احط التاجات بدون اي مشاكل خالص، فبيبدا اقدر اتعامل معاه دلوقتي بدون اي مشاكل. من غير كده، طيب انا لما حركته اختفى، يبقى في عندي حاجه كروب فيو، اشيل الكروب فيو ويبدا يشتغل معايا بدون مشاكل او بشكل ضبط. لما تيجي تقول له اعمل لي بقى الروم تاج او كده ما بيعترضش. تاج روم ممكن تقول له تاج اول، وتعلم على انكلود اليمنت، وتقول له روم تاج، ويقول له ابلاي، ويقول له اوكي، فتبدا تظهر كل اسامي الغرف.